بعد سنين انقطاع رجع تاني كبيرة الفرق من عام رجع كل اللي شفته من الفرق في على مدى تاريخه حاجة مختلفة من أول حلقة. صعب قوي ده يجرى فيه. هي كم نجمه كده اللي بيقولوا اللي انت بتقول عليه مش الصراد الاعظم يعني لما بتدور على شويه سخيفه انما ما علينا ده مش بيمثل ظاهره يعني قد ما هو ده اللي كسر القاعده انما القاعده ان احنا مبتكرين للناس اللي لابد نقدم مراحل في الوقت نبقى بنقدم حاجه يعني اكتر تربينا احنا شخصيا عليها واحنا كأجيلة كربيتوا كتير وانتوا كمان بتضربوا على ده تربينا حافظين جدا على الهوية المصرية وعلى الشكل اللي بننزل بيه الأعمال. انا بشوف ان احنا شخصيا كشركة وشركات كتير قدمنا حاجات محترمة جدا على مدار العمر الطويل.